لا ذلك أكد الملازم أول عبد العزيز خليفة الخليفة أن الإدارة العامة للمرور اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع ما تتعرض له المملكة من التقلبات الجوية، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية لضمان انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع المملكة وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. اتخذت الإدارة العامة للمرور إجراءات استباقية، ذلك استعدادا لما تتعرض له مملكة البحرين من تغييرات في الحالة الجوية. بناء عليه تم استعداد والتركيز وتكثيف الدوريات والرافعات للتواجد على جميع شوارع مملكة البحرين للتعامل مع أي حدث طارئ أو تجمع لمياه الأمطار أو تعطل المركبات من خلال خطة مسبقة وضعت من قبل الإدارة العامة للمرور. وننصح مرتادي الطريق تجنب الأماكن التي تتمركز فيها تجمع مياه الأمطار وذلك لسلامتهم، كما يجب على مستخدمي الطريق متابعتنا على قنوات وزارة الداخلية لأي استحداث عن الحالة الجوية أو الازدحامات المرورية التي تقع بسبب الأمطار أو الحوادث. تدعو الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تساقط الأمطار. الإرشادات التالية: يجب الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة، ترك مسافة الأمان، عدم الانشغال بغير الطريق، الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات الأمطار، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.